ايه هي طرق العدوى بفيروسات التهاب الكبد الوبائي؟ الفيروسات الأول اللي نصنفها هي المعروفة يمكن لكل الناس، اللي هي فيروس A والبي والسي. فيروس A بينقل طبعا عن طريق الأكل أو عن طريق الأغذية، بيصاب بيه دايما الأطفال في أي عمر، يعني ممكن يصابوا بيه. بنلاحظ على الطفل طبعا انه بيرجع كتير، السخونة، درجة الحرارة بتعلى، بعد مدة معينة بيبدأ الاصفرار بيبان عليه، اللي دايما الأم بتقول إن الصفرة عالية عند ابني. طبعا بيبقى نتيجة لأنه أكل أكل ملوث أو حامل لفيروس إيه. أكل ملوث بإيه بالظبط؟ ملوث او حامل للفيروس، يعني الاكل نفسه حامل للفيروس ده. فاهمني حضرتك ازاي؟ يعني معلش، هو السؤال اللي محير الناس كلها، يعني إزاي الفيروس إيه هيتنقل للأكل؟ يعني أكل لسه فريش بينقل طازة؟ عن طريق، لا بينقل عن طريق اللي بيعد الطعام نفسه، او اي طرق في المصنع او في التغذية او في التعبئة. كل الكلام ده كله بيبقى موجود في الشخص نفسه المسؤول عن حاجة زي كده. لو مصاب بفيروس ايه بسهولة جدا بينقل للمنتج نفسه اللي بيبقى موجود في السوق. دايما كبعض الحاجات، مش هنشخص حاجة معينة، هنقول ان هو ممكن ينقل عن طريق الأطعمة عموما من شخص حامل للفيروس ده. الفيروس ده الناس بتخاف منه، لكن المفروض ان احنا برضو نعرفهم ان ليه مدة معينة في جسم الانسان، اللي هو الاطفال بالذات، بيبقى من 3 لـ6 شهور. بعد كده بيوصل للبيك، بعد كده بيبدأ ينزل الفيروس، نسبته بتقل، وبنكشف عليه طبعا وبنتابع بالانزيمات الكبد وبنسبة فيروس ايه. بنلاقي الطفل بيبدأ يتحسن، والصفرة بتبدأ تنزل جراديوالي لغاية ما توصل للمعدل العادي. فليه فترة نصف العمر زي ما بنقول عليه في الجسم، وبعد كده بينتهي وكأنه لم يكن، ما بيأثرش على الطفل أو المصاب بيه. مش شرط طفل، يعني هنا بنشخص طفل، لأن هي كتير قوي قوي من حالات الأطفال دي، بس برضو ممكن الكبار يصابوا. بعد كده بيبدأ الفيروس بيقل ويوصل الإنسان للمعدل الطبيعي بتاعه، مفيش أي حاجة خالص، ما بيأثرش على أي حاجة خالص. بس إحنا بنوصي اللي بيبقى حامل للفيروس زون إنه ما ياكلش الأكل، طبعا الأكل يكون خفيف، الحركة مش المسبك، ما يكونش فيه مسبكات، ما يكونش فيه أكل دسم، ما يكونش فيه الكلام ده كله، عشان ما نرهقش الكبد ونخليه يفرز إنزيمات وعصاراته جامدة وبتاع، لأنه أصلا الكبد تعبان لوجود الفيروس ده. تمام. فبنحاول ان ايه بن ايه بنهدي الكبد شويه، بنديله الاخصائيين عن حاجه زي كده، بيدوا له علاج، الاطباء الاخصائيين بيدوا للمريض علاج بينشط الكبد بيساعده. في نفس الوقت احنا من واجبنا احنا طبعا، او الدكتور المعالج، ان هو بيقول للمريض ان هو ما ياكلش اكل دسم، الاكل يكون خفيف، الحركه تكون هاديه جدا، ما فيش عنف. لو بيمارس رياضه يبقى رياضه خفيفه قوي قوي قوي، ان كل ده هو علشان نوصل ان الجسم يرجع للطبيعه بتاعته والاصل بتاعه. هل احنا لما بنروي المحاصيل الزراعيه بالصرف الصحي ده ممكن يتسبب فعلا في اصابه المحاصيل سواء كانت خضار او فاكهه بفيروس والله ايه؟ هو دي حاجه طبعا ما هيش كويسه. طبعا دي حاجه غلط جدا ان احنا نروي اي محاصيل او ان هي تتلوث بالصرف الصحي، لان علشان نقول هل الفيروسات اتنقلت نتيجه لاختلاط الصرف الصحي بالمحاصيل، لازم نعمل ابحاث ولازم نشوف اكتر من محاصيل فيها الفيروسات دي ولا. فاحنا من غير كده ولا كده، حتى من غير فيروسات، المفروض ان الصرف الصحي ما يختلطش خالص بالميه اللي بنروي بيها المحاصيل.